تويتر رئيس الجمهورية ومكالمة رئيس الجمهورية؟ أكيد رئيس الجمهورية كلمني بعد فوزي مباشرة، هو المناصر رقم واحد ليا، وتم على بالك بلي هو المناصر رقم واحد، هو المساند كذلك رقم واحد. بلا ما ننكر هذا الشيء، الحمد لله رئيس الجمهورية يعرفني من سنة 2022، الحمد لله اليوم الشعب عزف نشيد الوطني وفرحته الحمد لله. الحمد لله كما وعدت سيد الرئيس، سيد الرئيس وعدتك ميدالية ذهبية، هاي ميدالية ذهبية كما وعدت وفيت الحمد لله، تعب ما راحش باطل، تحية الجزائر، والجزائر تستاهل أكثر من ميدالية أولمبية، وهذه أنا أسميها ميدالية الشرف، هذه ميدالية الشرف الحمد لله على كل حال، نهديها كامل العالم العربي. يعطيك الصحة، أيا بوسوك مرة أخرى. شكرا إيمان. إذا هكذا.